بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم بالفقيه عبد الرحمن، طالب علم كليه الشريعه. وقال لي واحد المشكل، قعدت عند الدراسه وما لقيتش باش نادي واجب الكيله، ما بغيتش نتحضر للتسول. تقريبا شي شهرين وانا في الزنقه، وجات الجمعيه تاع رئاسه مولاي المهدي وتحت اشراف عامل صاحب الجلاله قدم جديده وسعاده الباشا والخايب، وجيت لهنا دابا شهر ونص هنا، واكل شهر بلبس مزيان، كيعطيونا حوايج. هذا المركز مزيان من ناحيه الصحيه، مزيان الاكل كاين، الشرب كاين، كل شيء كاين، ولكن مساله الترفيه ما كايناش، مساله الكتب ما كايناش، بالنسبه للتلفاز ما كاينش. ومن بعد غيكون لهنا المركز يلا هذه شهر باش تنشا. حنا كنطالبوا من الناس اللي كدير الخير تقدم يد المساعده. الاسم ديال المتشرد ما كيسعش لينا حنا كناس عندنا كرامه، اللهم نكون متشرد ولا نمددي. ولكن ملي كتجي واحد الجمعيه كتمد لي المساعده ما خصنيش نفردها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اسند اليكم شخص معروف فكافئوا، فان لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له بالخير. حنا كندعوا الناس المسؤولين يساعدوا هذه الجمعيات ويساعدوا فيها الخير تحت اشراف عامل اقليم جديده، وكان عاش الملك ولا نسى سيدنا المساند الاول ديالنا ولا نسى سيدنا وعاش الملك. كاينين حنا شي خمسه د العناصر هنا ولا سته مثقفين، الاخرين فيهم الخجل، كيجيهم الخجل ما كيدوش. وانا كنقدم لكم راه كاين ناس، كاين واحد الانسان اللي هو متشرد ماديا ولكن ماشي متشرد نفسيا وماشي متشرد روحيا، يعني عنده العطاء ولكن الماده ما عندوش. كنساعدوا هذه الجمعيات باش تعطينا اطر وتعطينا مواد ترفيهيه وتعطينا قنوات باش ندعو فيها. انا كندير علم الروحانيه وعندي ما يسمى بعلم الفلك، قاري علم الفلك، قاري علم التنجيم، ولكن حنا في المغرب ما عندناش مرصد ديال علم التنجيم باش غنقابل واحد النجم ندرسو، ما عندناش مرصد. ولكن حنا كنطلبوا من الجمعيات باش يوفروا لنا علاقات مع دول اخرين، دول الخارج، الحمد لله الدول العربيه اثرياء، يوفروا لنا علاقات اجتماعيه، علاقات ترفيهيه باش نتراسلوا معاهم. الشريعه وعلم الفلك عندهم علاقه، الله كيقول في القران الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود، الله كيقول والنجم الثاقب، الله كيقول والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، النجم المتقد. كاين واحد النجم اللي كيظهر 30 سنه عاد كيظهر في السماء، كاين واحد النجم اللي كيظهر كل اسبوع، كاين واحد النجم كيظهر الساعه، كاين واحد النجم في كل 24 ساعه كيكون مقابل مع الارض، الا توشى الارض غير الى قرب الارض غير ثانيا انفجر الكوكب الارض. وسبحان الله العظيم كيتفاقم عليه غير بواحد المسافه اقل من سنتيمتر وقل من ثانيه، وكيوقع الصدام. دراسات فلكيه كتخص الحياه ديال الانسان، لان الله عز وجل كيقول السماء ذات البروج، اي انسان عنده البروج ديالو واي انسان عنده الفلك ديالو. كيقول واحد المثل ماشي على برجي، يعني ماشي على برجي، اي انسان يمكنك تدرسو. الانسان اللي مزيود في الشهر 12 ماشي هو اللي مزيود في الشهر واحد، ماشي هو اللي مزيود في الشهر زوج، الانسان اللي مزيود في الصيف ماشي هو اللي في الشتاء. الانسان الا درس حياته منظمها كيكون الفلك كيلعب الدور. وانما واحد المساله اللي بغا نشير لها، ما يخص الانسان عن الفلك في الشهواده، لان الشهواده شيء وعلم الفلك شيء. الشهواده شيء وعلم الفلك شيء. الشهواده شيء وعلم الفلك شيء. علم الفلك يدرس، درسه الاولون، والعرب هم السباقون في علم الفلك، هم السباقون في الطب. وكنتمناو الله يوفقكم والله يزيدكم خير في خير، والله يجعلنا سائر المحسنين ديال هذه الدنيا يوقفوا معكم، وكنتمناو هذا الوباء يزول.